أطربة منى أسعد. كل شيء كيسقسيني على الغياب، هو كان غياب غير مقصود، لأن كنت كندير حفلات خارج الوطن، ودائما ملي كنجي ما كنلقاش حفلات في المغرب، وما كنلقاش الجديد اللي كنتمنى أنه يكون بالأسلوب الجديد العصري الشبابي. فكانوا ديما كيعطوني التراث الطربي أو، وهذا الشيء ما بغاتوش الوقت، بغات الطرب وبغات يعني نقيس الشباب، يعني واحد الفئه ديال الشباب كان حتى هما خصهم يعرفوني. فتسنيت حتى لقيت الجديد، ومنين لقيت الجديد درت ثلاثه الاغنيات في عام واحد، وكانت نلقاو اقبال الحمد لله. سورتو بارده بارده درت فيديو كليب تبارك الله، وميدا دحنا، وكذلك يلا نزلت حشومي، وفي مارس غتنزل اغنيه جديده، ولكن فيديو كليب حتى هي على مستوى كبير جدا، وان شاء الله من بعد منها غادي. المفاجاه هي كنقلب على شي رابور معروف بحال حليوه ولا امينكس ولا مسلم، المهم هادو كلهم واحد منهم غيكون معايا في الراب ان شاء الله. وشكرا بزاف. شكرا بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.